طب يعني ايه هدفه ده؟ اه هنا بقى الجماعات الارهابية بتحب الـ الـ الارهابيين المنفردين دول. ليه؟ لانه عملية في التانية في التالتة في الرابعة، تلاقي ماسك ايه كل كده يعني اسبوع اربع خمس ايام الجرائد مليانة اخبار عن واحد مش عارف فجر ايه، واحد قتل ايه، واحد حط قنبلة فين، واحد ضرب مين بسكينة. فده بيدي احساس ان في عدم امان وفي تغليب اللي بتغيب في دور الامن، كأن المؤسسة ما بتلعبش، مؤسسة امنية يعني ما بتلعبش دورها، وفي دور دعائي بقى واعلامي. وهنا بقى وسائل التواصل واجهزة الاعلام بتنشر الاخبار وتضخمها. لكن الجماعات الارهابية اللي ممولة ومدربة واللي عادة بتكون تابعة لاجهزة الاستخبارات، لا دي بتميل الهجوم الضخم، سواء بقى على اهداف صلبة او على اهداف رخوة، يعني على اهداف عسكرية او شرطية او حتى على اهداف مدنية. وهنا بيكون الهجوم ده على هدف صلبة بالذات مدفوع برغبة في ارسال رسالة سياسية قوية، اما انتقاما يعني هو بينتقم من هجمات وجهت اليه وضربات خسر منها فيقولك لا كده بقى انا اخش اضربكم في عقر داركم، او بيكون عايز يوصل رسالة سياسية كبيرة، حاجة تسمع في الدنيا كلها. لانه نشرات الاخبار مش تقولك ان واحد ضرب واحد بالموتوسيكل، ولا واحد خبط واحد بالعربية، ولا واحد ضرب واحد بسكينة، ولا واحد اطلق النار على حد، لا ده انا عايز اعمل حاجة بوم ضخمة. جماعات بقى الارهاب السياسي اللي احنا كنا زمان بنسميها الاسلام السياسي قررت ان تتحدانا وان ترفع درجة الاستهداف الارهابي حتى يصل الى قمته، يبقى هجوم ضخم جدا على هدف صلب جدا، طبعا مع استمرار بقى الهجمات المحدودة من آن لآخر، وكأنهما مساران متوازيان، الأهداف الكبرى بعمليات إرهابية منظمة ومعدة سلفا مع الحاجات الفردية اللي بتحصل من آن لآخر. الهجوم اللي حصل في جنوبي مدينة رفح يمكن تصنيفه بوضوح على أنه هجوم ضخم ضد هدف صلب، وحدة عسكرية شديدة التحصيل، وكان من ضخامته انه ترتب عليه مقتل 40 واحد من المتطرفين واستشهاد وجرح 26 ضابط وجندي مصري وفقا لما اعلنته القوات المسلحة المصرية. هذا الهجوم الارهابي ده بيبقى تاني بالنسبة لنا اضخم هجوم ارهابي منذ الهجوم الارهابي اللي كان في الشيخ زويد في يوليو 2015. وفي برضو تغير هنا جيو يعني سياسي، ان انت بدل ما كان في الفترة السابقة الاستهداف بيكون من الجبهة الغربية على الحدود الليبية، كانت هدف لمعظم هجمات جماعات الارهاب السياسي خلال سنة 2017، وكانت الجبهة الشرقية في سيناء هادئة نسبيا في الاشهر الماضية نتيجة عمليات الناجحة الكتيرة للقوات المسلحة هناك. انما اختار هذا الهدف الصلب بهذا الهجوم الضخم بيأتي كرسالة سياسية رباعية الابعاد، ليها اربع توجهات. اولا بيجي بعد ما اعلنت القوات المسلحة عن تطهير اهم معاقل وملاذات الارهابيين على مدى عقود، وهو المعروف بجبل الحلال، وده انجاز كبير جدا قامت به القوات المسلحة لا شك في هذا. وسط سيناء لحد بعيد اصبحت خالية من بؤر تجمع الارهابيين، وبالتالي ما بقتش مسيطرة على القرى الجنوبية في مدينتي رفح والشيخ زويد واللي كانت مسرح للعمليات الكبرى في فترات طويلة. ثانيا الهجوم ده مش فقط ضخم من عدد المشاركين فيه من حوالي 100 ارهابي، ولا من حيث العتاد، بتكلم عن عربيات دفع رباعي حديثة جدا، قذائف هاون RPG، قذائف مضادة للطائرات، مدافع رشاشة، كأنه خلية ارهابية، ده مش مجرد واحد ارهابي، دي خلية ارهابية على هدف صلب للغاية. مقر الكتيبة 103 صعقة، واللي تعتبر اقوى كتائب الجيش في رفح، ونقطة ارتكاز هامة لسيطرة القوات المسلحة على جنوبي المدينة. تقارير بتقول ان الكتيبة دي بتقف على تبة جبلية في مفترق طرق، ومن خلالها يمكن قطع طرق التهريب او الانطلاق لشن هجمات جنوبي رفح، وبالتالي يمكن النظر اليها على انها لو كانوا نجحوا وما كانوش ابطالنا قتلوا هذا العدد من الارهابيين، كان ممكن انه يكون في نفس اليوم ده يكون في هجمات اكتر عنف على منطقة رفح لو كان مر دون هذه الخسائر الفادحة للإرهابيين. ثلاثة، الرسالة السياسية واضحة جدا بأن مكان الهجوم بيقع مباشرة في قرية تابعة لواحدة من أهم بل هي أكبر
قبائل سيناء قبيلة الطرابين، واللي بتقود اتحاد القبائل المؤازرة للجيش في حربه ضد الإرهاب، واللي بين شبابها شكلوا مجموعة مسلحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة للانخراط في محاربة داعش. وبالتالي فداعش كده كأنها بتقول إنها تستطيع مغافلة أو ربما اختراق هذا التحالف السيناوي اللي معانا مع الدولة المصرية ضد الإرهاب والإرهابيين في سيناء، وإنها حتى ولو كانت في الفترة السابقة كان كل الريكورد كل السجل خسائر خسائر خسائر، لكنها لسه كداعش واقفة على رجلها. كمان هنا هذه العملية تأتي بعد مجموعة من الخطوات الدبلوماسية الناجحة اللي قامت بها مصر في تشكيل تحالف عربي مضاد لقدس أقداس الإرهاب في الشرق الأوسط والممول الأساسي له في قطر. العمليات الانتقامية دهيت واضح إنها جاية وربنا يستر محاولة لإضعاف الروح المعنوية للجنود والمواطنين المصريين وإحراج النظام السياسي بتصوير نجاحاته في محاربة ومحاصرة الإرهاب بأنها نجاحات جزئية وغير عميقة. بقول لحضراتكم ده هدف إن هم يقتلوا روحنا المعنوية. المطلوب مننا كمصريين الاستمرار في رفع حالة الوعي عندنا عند المواطنين وعند الجنود بمخاطر الاستسلام لجماعات الإرهاب السياسي، واستمرار الضغط على كل من يدعم الإرهاب قولا عملا تمويلا ملاذا أو تجنيدا. قال نابليون لا يهزم الجيش إلا حين يقول أول جندي لقد هزمنا ثم يفر. وبالتالي طالما انت واقف على رجلك وطالما انت بتحارب وطالما انك ما استسلمتش لسه انت قادر على الانتصار. احنا قادرين على الانتصار، لن نهزم ولن نسمح لاحد ان يقول عنا اننا هزمنا في وجه الارهاب ولن نفر. هو ده ردنا الوحيد على الارهاب والارهابيين. الرسالة تحيا مصر ولن تحيا مصر الا اذا حيا المصريون.